السلام عليكم، تنشكرك على القدوم ديالك. عبد الكريم سعيدو فاعل جمعوي ومن السكينة. انت كما تشوف هذا المطرح ديال المجزرة النموذجية اللي تيقولوا هما نموذجية من حيث الخدمات ديالها، باش يكون عند هذا المطرح عشوائي بهذا الفضاء اللي تشوفوا مطرح عشوائي 100%. شفتي كاين تخلق خسائر للبيئة كثيرة، وكما تشوفوا جل هذا المطرح حدا مؤسسة تعليمية اللي تعاني والتلاميذ ديالها والأساتذة، وحدا إدارات تعاني كل شيء، كاع جل الساكنة القريبة هنا تعاني. أولا تنبغيو نناشدو الجهات المسؤولة بأنها دير شي إجراءات حازمة ضد الناس اللي تيسيروا المجزرة. اولا كي تشوف هناك حفار تيقولوا ما خندق ما يناهز، كاين حفار فيهم 8 متر اللي تاثروا على الفرشه المائيه، وهذا واحد الاسبوعين مشينا عند المسؤولين، تنتفاجئوا بواحد المسؤول تيقول بانه هاد المخلفات تلوحهم الساكنه، وانتم كي تشوفوا لما جيتوا على فلا ولقيتوا داكشي بانه المخلفات ديال المجزره اللي ما احتمرش دفتر التحملات اللي عليها. ومن هذا المنبر تنناشدوا الجهات المسؤوله تاخذ بعين الاعتبار المعاناه تاع الساكنه، ويجيو يشوفوا بعينيهم هذا المطرح العشوائي اللي تاثر على الساكنه المحيطه بهذا المطرح العشوائي. وشكرا، وتنشكركم على الحضور ديالكم. وشكرا، تنشكركم على الحضور تاعكم. معكم محمد بوشتي فاعل جمعاوي. كيف ما تشوفوا اليوم رجعتو على غفلة وشفتوا الكارثة البيئية اللي كاينة، منها نيت هاد الحفار اللي دايرين هنايا لهاد المجزرة النموذجية، وهذا المطرح اللي كاين هنايا اللي اش بغيت نقول لك، راه كارثة. واخويا هادشي راه لا اله الا الله، وتنشدو حنا المسؤولين باش يشوفوا لنا شي حل لهادشي، ورا عينا ما نطقوا في البيبان، راه مازال ما كاين والو، راه ما خلات جات صحافه، ما خلا اللي جا هنا، راه مازال ما بغاو يديروا حتى شي حل لهادشي، يشوفوا يديروا ليه شي حل، راه ما تيحترموش دوك الدفتر التحملات اللي عندهم. وهادشي راه نتوما كساكنه ما حاولتوش تمشيو ديريكت مباشره عند السيد رئيس؟ اش بغيت نقول لك، هذاك الشيء فين بغيتي تلقاه؟ راه تيجي مره في السيمانه هنا للجماعه. لك اخويا راه لا اله الا الله، تشرف بزاف. المطالبه ديالكم؟ المطالبه اخويا تاعنا هما يجيو يشوفوا لنا شي حلات، شي راه كاينه الساكنه هنا تتعاني، وهنا كاينه اعداديه، وكاين الدرك الملكي، وكاينه القياده، وكاينه الدائره تاع سعاده، هادشي راه بزاف، وراه الرائحه راه في السلطه عندهم، راه كلشي تيشم الريحه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.